مع دخول شهر رمضان المبارك، تعرف محلات بيع الحلويات التقليدية إقبالا كبيرا ووجهة للمواطن الورقلي لاقتناء هذا النوع من الحلويات. الأنواع متوفرة، تقليدية، تركية، تشارك لسهرات رمضان، نشربوا بهم القهوة ونحلوا بهم الضياف وسهرات رمضانية، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. كونسوموا ياسر قلب اللوز، بقلاوة، كونسوموا ياسر، هذو هما الأساسيين. هذه هي نورمال، هذه هم حلويات تقليدية وأخرى عصرية بمختلف مذاقها ونوعها، تتزين بها موائد العائلات الورقلية خلال سهراتهم الرمضانية. عندنا قلب اللوز غني عن التعريف، وبقلاوة قطايف هذو ثاني، وعندنا ثاني هذو لي كاطو أوريونتال وبقلاوة سورية تركية، هذو هما سما المعسلين بصفة عامة، سما هذو الشعب الجزائري يموت عليهم. وتاتي ثاني عندنا لي طرتولات وفروي طرتو سيترون، هذو ثاني كاينين الناس ثاني ما شاء الله ثاني حاجه بارده، ثم الناس يحبوا ياكلوهم في السهره. يجتمع الاهل والاحبه خلال السهره على طاوله واحده، عاده دأبت عليها العائلات الجزائريه، سهرات تحلى بوجود ألذ الحلويات واطيبها.